تحية طيبة مشاهدينا، نرحب بكم في الحدث الأسبوعي كما عودناكم نعرض فيه قضايا الأسبوع في الجزائر، وهي كثيرة كما لا يخفى عليكم، لكننا سنركز على أهمها، ومنها تصريحات أحمد يحيى الوزير الأول الأخيرة في ندوته الصحفية والتي بدا فيها متفائلا كثيرا حول الوضع الاقتصادي ومذكرا بما وصفه بإنجازات الرئيس بوتفليقة خلال العهد الرابعة، لكنه اعترف ولأول مرة بأن الرئيس ليس في كامل صحته كما كان منذ سنوات. إنجازات الرئيس مشاهدين عنوان جذاب نلحظ تكراره الأيام الأخيرة في وسائل الإعلام خاصة العمومية منها، ويظهر أن السلطات عازمة على المضي نحو تعبيد الطريق لعهدة خامسة، رغم ما سجله كثير من المراقبين والحقوقيين من إخفاقات عدة على هذه العهدات أو خلال هذه العهدات المتتالية، وأبرزها غياب دولة القانون، دولة المؤسسات الشرعية، مصادرة الحريات الأساسية، التضييق على الناشطين والنقابيين. اقتصاديين البنك الدولي يطل مرة أخرى على الجزائر، وفي تقرير له أشار إلى ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب خصوصا، وارتفاع نسبة التضخم وضعف القدرة الشرائية واعتماد التمويل غير التقليدي، وهذا ما عمق الأزمة أكثر مما كانت عليه. تصريحات السفير الفرنسي بدورها أثارت ضجة كبيرة، خاصة لما اتهم مسؤولين جزائريين باستغلال مناصبهم للعلاج في باريس والمدن الفرنسية الأخرى مجانا مثلهم مثل المهاجرين أو الحراقة. نختم مشاهدينا بالربيع الأمازيغي متسائلين عما وصف بتسييس السلطات لأحد ثوابت أو عوامل الهوية الجزائرية واستعمال هذه الورقة مطولا لأغراض سياسوية ضيقة، وماذا خسرت الجزائر برفض هذا المكون طيلة سنوات وسنوات، وجراء ذلك كما تعلمون سقط كثير من أبناء الجزائر من قتلى وجرحى. نبدأ مشاهدينا بملف أحمد يحيى وندوته الصحفية الأخيرة. بعد غياب غير مبرر وفي غير موضعه، عاد الوزير الأول أحمد يحيى للظهور بطريقة أغرب من غيابه، ومن القاعة التي سميت بالمؤامرات في التلفزيون الرسمي والمسمى جزافا بقاعة المؤتمرات، أجاب يحيى الصحفيين بطريقة عصبية متهجما على كل من يخالفه التصور، متهما إياهم بالمعارضة التي أصبحت في القاموس السياسي الجزائري تهمة خطيرة. يحيى أعطى نصف إجابات لكل الأسئلة مخفيا كثيرا من الحقائق، معتبرا أن الاكتفاء بإصدار بيانات عدد ضحايا كارثة بوفاريك يعتبر كافيا لسد عطش الجزائريين للحقيقة. وفي خطاب يرى المتتبعون أنه غرق في الديماغوجية والسطحية والتناقضات، أثبت يحيى أن السلطة تتعامل مع مطالب الفئات الاجتماعية بمبررات التغننت، فلا تستجيب حتى لا تثير المزيد من القطاعات فتحتفظ بالوزراء الفاشلين في مهامهم لقمع المطالب، بل وأثبت أن كل الوزارات تلجأ للحلول الترقيعية وتسكين المشاكل إلى إشعار آخر للزيادة في عمر الأزمة وتعقيدها أكثر. ويحيى وهو يتحدث عن شعبية الرئيس وطريقة استقباله من طرف المواطنين لم يخفي طموحه ليكون مرشح النظام لخلافة بوتفليقة واستمرار النظام، إذ أكد عجز بوتفليقة الصحي على مواصلة مهامه من حيث أراد أن يبرهن قدرته، فقد أشار إلى أن الرئيس لم يعد يملك القدرات الصحية التي جاء بها إلى الحكم. وفي خرجة تحيل المستبع إلى أن الصراع على انتخابات 2019 يحتدم في أعلى هرم السلطة، وأمام أسئلة الصحفيين بخصوص الوعي الجماعي وحملة خليها تصدي، اختفى المتحدث وراء أسعار السيارات مؤكدا أنها ستتغير قريبا، فيما كان رده بانزعاج بخصوص تصريحات السفير الفرنسي يثبت مرة أخرى أن المسؤولين الجزائريين يعانون من عقدة التبعية الكاملة للمستعمر السابق صحيا وثقافيا. الوزير الأول أحمد يحيى لم يخفي انزعاجه الواضح من حقيقة أن الكثير من الجزائريين يتحدثون عبر المغاربية ويعربون عن أملهم في معرفة الحقائق كاملة بخصوص الأحداث التي تعيشها الجزائر. هذو الناس راهم يحكموا هذه البلاد ماهوش باغيين باللي 40 مليون جزائريين يعرفوا وسرا. Mais on va pas laisser les choses comme ça. C'est pourquoi j'ai proposé de financer avec mes propres moyens une enquête internationale, par exemple avec le DEA, avec des experts japonais, des experts américains, des experts russes et des experts européens pour connaître la vérité sur les véritables causes du drame de Bouferri. Je veux aider l'armée algérienne. Rani Barid Naoun, le djihad algérien. Parce que Michi Hajassala, Hadi Tayara, Michi Djazer, les Sanatlan. Hadi Tayara, Rousse, il y a les Sanatlan.
لازم الشعب الجزائري يعرف واش صرا، لازم عائلات الشهداء يعرفوا واش صرا. ديجا العشريه سوداء ما على بالناش واش صرا. دروك سيف اقول ان ما كانش فيه تقصير. الان فيما يخص التاويلات حتى نسمع البعض، واحد البوهالي نسمع فيه البارح في قناه معروفه مواقفها يقول لازم نديروا لجنه تحقيق اجنبيه. غير الجزائر اللي طاحت فيها الطائره. بعد ارحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام، يصطحبني ثله من المحللين والاساتذه في سبر أغوار هذه المحاور، محاور النقاش اليوم في الحدث الأسبوعي. كما أسلفت أن ذكرت في المقدمة، أولهم الأستاذ سفيان شويتر المحامي والخبير في العدالة الانتقالية والمحلل السياسي معنا من كندا عبر خدمة سكايب. أستاذ سفيان، نبدأ بالملف أحمد ويحيى، وأنت كنت تستمع للتقرير. ما الجديد في هذا الحوار، في هذه الندوة الصحفية لأحمد ويحيى؟ ما الثابت، ما المتغير في هذه التصريحات التي أطلقها أخيرا، وقوفا عند أبرزها أعتقد أن الرئيس ليس كما هو عليه طيلة السنوات الأخيرة، هو مريض صحيا فعلا، متعب صحيا فعلا، ثم الحديث عن أنه ما قام به من حلول للخروج من الأزمة الاقتصادية ماشية نحو الأمام. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية طيبة للجميع. عليكم السلام. في الحقيقة لا يوجد هناك يعني جديد بالنسبة لهذه الندوة الصحفية للوزير الأول في حقيقة الأمر، فقط يؤكد لدينا أن هذه المسؤولين ما زالوا في سياسة الهروب إلى الأمام. البلد عايش في أزمة، يعني أزمة متعددة الجوانب، أزمة اقتصادية خانقة، أزمة سياسية، انعدام الحياة السياسية، المؤسسات، الأزمة، هناك المؤسسات الدولة أصبحت يعني عائقة، يعني ورغم ذلك لا يعترف بهذا الوضع، بالإضافة إلى أنه يثبت لدينا، بالإضافة إلى أنه ناس على سياسة الهروب تأخذ موقف الهروب إلى الأمام، في الجانب الآخر نفس الخطاب القديم القمعي، تهديد بالنسبة للأشخاص الذين يطالبون بإعادة النظر في سياسة الخدمة العسكرية، يهدد بالسجن، يعني نفس الكلام تاع القمع المواطنين، حتى الناس الذين يطالبون بإعادة النظر في السياسة، ما نتفق أو لا نتفق معهم، لكن هذا مطلب للمواطنين. هذا من جهة، من جهة طريقة التعامل حتى مع واحد صحفي لجريدة الخبر، طريقة الردع، طريقة الترهيب، على أساس أن يتهم أن جريدة الخبر هي جريدة المعارضة، ورغم أنه لا توجد هناك شرائط المعارضة، لأن ما هي جريدة ناطقة باللسان بحزب سياسي معارض، وإنما جريدة، وكل جرائد العالم متعارف عليهم، دورهم هو الإعطاء المعلومة ونقد السياسات وتمكين المعارضة من التعبير عن رأيهم. وبالتالي بمعنى ليس من حقه، أستاذ سفيان تريد أن تقول ليس من حق الوزير الأول أن يصنف الصحفيين حسب أفكارهم، هذا معارض، هذا هو بالضبط، هو لا معنى الكلام تاعه، ولكن هي الذهنية، الطريقة تاع هذه الأشخاص كيف يعاملون مع الإعلام، على أساس لو تنتقدني أو تعطيني معلومات مغايرة عن المعلومات التي أعطتها الوجهة الرسمية للسلطة، فيعتبرك وكأنك عدو. يعني هم أعتقد لا يستعملون الكلمة، استعملوها فقط بالنسبة لقناة المغاربية، ولكن على مستوى الداخلي استعمل أنه معارضة، يعني وكأنه هو محل الشكوك، محل اتهام، ونوع من الضغط النفسي على هذا الإعلام، وكأنه انكم معروفين واحنا مصوبينكم، يعني مازلنا في نفس العقلية، نفس الذهنية. وفي الحقيقة الأمر هذا الشخصية تاع ويحيى هي في الحقيقة شخصية عرفت في إبان الحرب القادرة، يعني هو وجه من أوجه السياسية لمرحلة عاش فيها الشعب الجزائري الجحيم، وهي الحرب القادرة اللي عشناها في التسعينيات بعد الانقلاب تاع جانفي 92، وهذه هي المرة الرابعة، هذه هي المرة الرابعة لقيادة الطاقم الحكومي. نعم، وبالتالي ما زلنا في نفس الذهنية العقليات، الناس
الذين لديهم المسؤولية الكاملة لتدمير الجزائر، وبالتالي لا يوجد الجديد، لأن من خلق الأزمة لا تنتظر من الإنسان الذي خلق أو صنع الأزمة أن هو الذي يحلها، وبالتالي لا يوجد الجديد، فقط سيؤكد لنا أنهم في سياسة الهروب للأمام، وأن الذهنية والعقلية رؤيتهم للشيء المغاير هي رؤية قمعية، منطق يرفض الذي يخالف الآراء تاعهم ويخالف يعني وجهة نظر تاعهم. طيب نضمن الآن مشاهدينا الدكتور إسماعيل معراف، الباحث الأكاديمي المحلل السياسي. دكتور إسماعيل، ما أبرز ما استخلصته من هذه التصريحات التي أطلقها أحمد ويحيى في ندوته الصحفية الأخيرة؟ الحديث عن العهدة الخامسة، الحديث عن الوضع في البلاد، الأزمة المالية، الحديث عن مرض الرئيس وغيره. أولا تحياتي لك ولكل مشاهدي المغاربية وضيوفك الكرام. شكرا. أنا في تصوري بأنه يحيى هذه المرة في ندوته الصحفية بدأ باهتا على غير العادة، وبدأ صراحة غير قادر على تبريض ما موجود من أحداث في الساحة، ولم يكن يحيى مثل ما كان سابقا نوعا ما يقدم الأدلة التبريرية للنظام الذي يشتغل عنده كخادم من زمان. يبدو أنه العلبة السوداء في لحظة من التململ، وفي لحظة أيضا من الإرباك ومن الخوف بمعطيات وطنية وأيضا دولية. المعطيات الوطنية هو أنه الفشل ذريع صراحة على كل المستويات، وأيضا حادثة الطائرة وخروج الرئيس أيضا في مشهد صراحة مأساوي وتراجيدي، أساء للرئيس وأساء للنظام وأساء الجزائر بشكل عام، ولم يكنوا يتوقعون داخل العلبة السوداء أن يكون مثل هذا الرد. وأيضا على المشهد الدولي هناك نوعا ما معطيات لا تخدم ما هو موجود الآن في السلطة، رحيل آل كاسترو وعدم تشبث راؤول بالكرسي الحكم، وأعطى إمكانية لربما الحديث على إمكانية أن يكون تململ داخل مثل أنه يحيى. أنا عكس ما شفت من بعض من المحللين أنه يحيى في رأيي أنه برر ما لا يبرر، وقدم كثير من الردود على أسئلة الصحفيين، ردود إسرائيل لم تقنع حتى الذي يشتغل عندهم، يعني نتكلم على النخبة أو العلبة السوداء. طيب دكتور إسماعيل، ماذا عما قيل بأن هنالك سباق محموم بين الغريمين رئيس أو الأمين العام لحزب التحرير الوطني جمال ولد عباس وأحمد ويحيى حول تعبيد الطريق نحو العهدة الخامسة؟ من يشتغل أكثر، من يجتهد أكثر من أجل أن يبقى الرئيس في منصبه؟ ما أعتقد شيء أستاذ عثمان مسألة تطرح بهذا الشكل، لأن رأيي بأنه من يقرر العهدة الخامسة هي العهدة السوداء التي تعلمنا أو تعودنا على خرجتها، وأن يحيى وولد عباس كلاهما صراحة خادمين يؤتمران بأوامر من يوظف للنظام في الجزائر ويتشاور أيضا مع الجهات الأجنبية صراحة، وبالتالي أنه من يخدم أكثر. أنا في رأيي أستاذ عثمان أنه القضية لا تفتح بهذه الزاوية، ثم هو في الأمر الآن في تململ وفي إعطاء حرية بالنسبة لي هذه الأحزاب أن تتكلم ما تريد، وكبالور اختبار هكذا بالنسبة للرأي العام في الداخل، وأيضا ربما حتى بعض من المتتبعين في الخارج للمشهد السياسي الجزائري. ولكن أنا في رأيي أن القرار فيما يخص هل الرئيس ربما سيترشح أم لا يترشح، أعتقد أن القرار ربما منذ مدة كان في إمكانية أن يكمل العهد الخامسة يسوف العهد الخامسة، لكن هذا المرة أستاذ عثمان يبدو بأنه المعطيات نوعا ما أربكت نوعا ما المشهد في الجزائر. طيب ولماذا التركيز على هذه الإنجازات؟ كلما فتحت قناة تلفزيونية خاصة عمومية منها إلا وشاهدت هذه البرامج المتكررة حول إنجازات الرئيس، ما وصف بإنجازات الرئيس منذ عام 99 إلى 2018. والله العدد الذي
نعم، شوف اولا يعني شخصيا انا نقراها قراءتين. القراءه الاولى هي قد تكون ربما محاوله الى اقناع الراي العام، ولو انه يمكن النظام ليس بحاجه الى اقناع الراي العام والشعب الجزائري، لان عندما تنطلق القاطره اعتقد انه كل يعني المصفقين تجدهم اكثر من المعارضين، وهذا تعودنا على كل مشهد الانتخابي. وايضا في حاله ما اذا لم يتوصل الى ربما خليفه من المؤسسه العسكريه للرئيس بوتفليقه، فتكون على الاقل في سيناريو موجود، يعني ما نروحوش الى حاله لا فراغ. في الجهه الاخرى اعتقد ان جماعه بوتفليقه وكل من يحيط في المحيط يريدون ان يخرجوا للرئيس صوره نهائيه لانجازاته، وبالتالي انه ربما يخرج بخطاب قبل ان يعلن على تنظيم الانتخابات الرئاسيه، بل يشكر الجزائريين وايضا يقدم ربما رساله وداع على انني قدمت واعطيت كل ما اريد، والان انا الاوان ان ارحل لكي اترك مكاني لشخصيه اخرى. لانه كثير يقولوا بانه يمكن هذه نوع من الترويج للعهده الخامسه للاستاذ عثمان، ونوع من ايضا محاوله اقناع الجزائريين بان هذا هو السيناريو الذي لا يجب ان تنتظروه في 2019، وليس هناك جديد. ولكن انا في رايي وانا في تصوري بانه ربما قد لا يكون هذا السيناريو الامثل، وقد يكون السيناريو الذي تكلمت عليه الان مثل ما الصدر تتكلم على ان المؤسسه العسكريه الان تريد ان تعود صراحه الى من جديد الى اختيار شخصيه من المؤسسه العسكريه، قد يكون متقاعد من الجيش، وقد يكون اللواء هامل، وقد يكون احد القيادات التي ربما ليس لها هناك ربما حضور في الاعلام، وهذا ما يساعدهم على اخراجه في الوقت المناسب. ولكن بالنهايه انا في رايي بانه يمكن احنا الان امام مسرحيه مشروخه، وايضا امام دوله تراجيديه بكل معنى الكلمه، يقودها رئيس يشبه البابا بورصلاح يوحنا، وكان الجزائر صراحه ما فيهاش نخب سياسيه ولا انتليجنسيا ولا كفاءات تستطيع ان ربما توقف هذا النزيف وتقدمنا للعالم على ان على اساس اننا لسنا مسخره ولسنا ايضا قطيع من الغنم يقودون مثل ما يريدون من 62 لغايه الان، وايضا ان تقرير المصير للجزائريين من المفروض ان يكون قد آن الاوان لكي ربما تفتح الانتخابات بالشكل الديمقراطي وبالشكل الذي يكون فيه ربما الاختيار للشعب، وان يترشح للشخص الشخصية التي تريد ان تترشح من كل الاطياف الى غدك، ونشهد صراحه انتقال حقيقي من دوله بوليسيه قمعيه ديكتاتوريه احتكاريه، دوله التي قمعت على مدار اكثر من 60 سنه الشعب وكانت بديله للاستعمار صراحه، لكي تنفتح على هذا الشعب. لا سيما انه الاجيال الجديده اصبحت غير مقتنعه بخطاب الثوره وبخطاب صراحه خطاب التاريخ وبخطاب ايضا الوحده الوطنيه وما شابه ذلك، ويعطي ايضا امكانيه للحلم من جديد للجزائريين بعد ان الان كابوس يعني تقريبا يمسك الجزائريين. انا اليوم قابلت اكثر من مثقف وبعض من الشخصيات الفاعله في المعارضه، واعتقد انه وصلنا الى قناعه بانه ان الاوان يكون هناك يمكن الدور المغاربيه لوحده لا يكفي، لابد ان تنطلق النقابات المهنيه والحقوقيه والناشطين في مجال حقوق الانسان لكي يفضحوا هذا النظام. واضح جدا دكتور اسماعيل المقاربه حتى. نعم واضح جدا دكتور اسماعيل، انا اشكرك جزيل الشكر دكتور اسماعيل معرف الباحث الاكاديمي المحلل السياسي، كنت معنا من الجزائر عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. اعود استاذ سفيان، الحديث دوما عن انجازات الرئيس، لكن ماذا عن النظره الثانيه التي تتحدث عن انتهاكات جسيمه خلال هذه العهدات المتراكمه عهده وراء عهده؟ ماذا عن دوله القانون التي يبشر بها بوتفليقه وجماعته، لكن لحد الساعه لم يقف الشعب الجزائري على القانون وهو مطبق في مختلف المؤسسات؟ هل هنالك مؤسسات شرعيه فعلا مثل ما تدعي السلطات؟
اولا قبل الاجابه على سؤالك فقط نفتح قوس بالنسبه للدعايه للانجازات، ما يسمى بين قوسين انجازات رئيس الجمهوريه، ليس فقط القنوات او الاذاعه او التلفزيون الوطني او حتى الامين العام لجبهه التحرير، وانما الفريق قايد صالح نائب رئيس نائب وزير الدفاع وقائد اركان الجيش هو كذلك روج لهذا على اساس ان احلال السلام والاستقرار والامن في الجزائر هو بفضل سياسه رئيس. هذا بالنسبه يعني الكل، ويروج في الحقيقه حسب الاختصاص وحسب مجاله بالنسبه للترويج بما يقال من انجازات. الوجهه الاخرى بالنسبه ما يسمى بالانجازات هو في الحقيقه انهيار كامل لما تبقى من الشكليات، لان الجزائر حتى منذ الاستقلال لم تكن دولة قانون، وليس وسيادة القانون لم تكن اصلا هي يعني الاساس الحكم في الجزائر، انما هي الموازين القوة هي التي تفرض رايها، وانما الشكليات او ان القانون كان يعبر فقط على القوة موجودة على الساحة السياسية. وانهيار الآن شفنا منذ 99 أنه انهيار حتى ما كان موجود فقط من الشكليات أصبح بشكل يعني لاحظوه بشكل يومي، انتهاكات للحريات، الحريات الديمقراطية، الحريات العامة والحريات الفردية تنتهك بشكل يومي، حرية التعبير، هناك يعني سجن الصحفيين، يعني منذ ما جاءوا قضية مدير الصحيفة لو ماتان محمد بن شيكو، هذه بالبداية من سجنه مرور بكثير من الصحفيين، من غلق من قنوات من جرائد إلى آخره، هذه من جهة. من جهة انتهاك لمبادئ الدستور، بخاصة بعد ما أنه جاء بما يسمى بميثاق السلم والمصالحة، أصبح جسد من الناحية القانونية الإفلات من العقاب، والإفلات من العقاب هو أحد صور الانتهاك انهيار منظومة القانون، لأن في أي دولة ليسود فيها على الأقل الحد الأدنى من قانون، كل شخص الذي يرتكب جريمة لابد أن يحاسب أمام القضاء بعد محاكمة عادلة وبشكل متساوي مع الجميع، إلا أن هناك أشخاص أصبحوا لديهم الحصانة من المتابعة القضائية مهما كانت هذه المتابعة. هناك إقصاء كذلك، جسد إقصاء فئة كبيرة من المجتمع الجزائري من الحياة العامة أو المشاركة في الحياة العامة، وهم الأنصار الجبهة الإسلامية الإنقاذ. إذن يعني الإنجازات هو أنه حطم حتى الفرصة للمصالحة الحقيقية. وأنت تتحدث أستاذ سفيان، وأنت تتحدث عن السلم والمصالحة، نعطي فرصة للأستاذة وسيلة وقد انضمت إلينا الآن، وسيلة بلطرش المكلفة بالإعلام في تنسيقية عائلات المختطفين. أستاذة وسيلة، ما هي أبعاد ودلالات هذه الإنجازات؟ فيديوهات، أشرطة، تقارير متتالية تبثها وسائل الإعلام العمومية خصيصا في الجزائر هذه الأيام الأخيرة، هناك من قال هذا تعبيد للطريق لعهدة خامسة، وهناك من قال لماذا لا يتحدثون عن النقائص، حبذا أن يكون المواطن على علم حتى بالنقائص اللي هو يعرفها كثير. مسألة الانتهاكات التي كان يتحدث عنها الأستاذ الآن الأستاذ سفيان، ماذا عن الانتهاكات، عن الحقوق الفردية، الحقوق العامة، الحريات وما إلى ذلك أستاذ وسيلة؟ السلام عليكم أستاذ عثمان، تحية لك ولضيوفك الكرام. الجاري الآن هو التمهيد، فعلا أولا التمهيد لمرحلة قادمة سواء كانت بالرئيس أم بغير الرئيس، لأنه نفس المنظومة هي التي ستصنع الآتي، وبالتالي الحديث عن الإنجازات هو في إطار هذه الاستمرارية الكذابة، هذه الاستمرارية التي يبثونها عن طريق فيديوهات وعن طريق أشرطة كاذبة. في الحقيقة عشنا مرحلة الحزب الواحد، وربما كانت الجزائر من حيث إنجازات على الأقل الثقافية والفكرية أكثر تطورا مما نعيشه اليوم في ظل العولمة وفي ظل كل ما هو متاح من تكنولوجيات. نحن عشنا ربما أسوأ مرحلة في تاريخ الجزائر هي هذه المرحلة
بالذات، اقتصاديا، سياسيا، اجتماعيا، ثم اخلاقيا، تقهقر على جميع الاصعده. هذا الحوار الكاذب، هذا التسويق الكاذب، هذا الماركتينج الخاطئ، يعني هو يشبه الى حد بعيد سلعه غير صالحه، ولكن باشهار فخم وضخم تبيح ربما للشاري او تطمع الشاري لاستهلاكها. لكن اعتقد انه مستوى الوعي فاتهم وفاقهم. الظن يعني على الأذن وعلى الدماغ لم يأتي أكله في ظل هذا الوعي الذي بدأ ينتشر، وخاصة لدى فئة الشباب. يعني نلاحظ ما يكتبونه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حديثهم في الشارع، في كلامهم عبر الملاعب، يعني كوسيلة من وسائل جسد النبض الوعي. نعم. ماذا عن اعتماد السلطات أستاذة وسيلة على أن المصالحة أنموذج حي للجزائر تفتخر بها أمام البلدان، ويكفيها فخرا هكذا يقولون أنه الآن هذا الأنموذج الكبير تصدره إلى دول عدة للحذو حذوه، مالي، دول أخرى في أمريكا اللاتينية وفي أفريقيا، أقصد هنا المصالحة، وهي أحد أكبر إنجازات الرئيس هكذا يقولون. ماذا تعلقين على إبراز المصالحة على أساس أنه أكبر إنجاز للرئيس؟ أولا من الضروري أن ننصف التاريخ. أولا رئيس عبد العزيز بوتفليقة جانا ثمار عمل قبلي، هذه حقيقة لا يمكن أن ينكرها أحد. عمل قام به رئيس المستقيل زروال رفقة بعض جنرالات الذين تم إقصاؤهم في مرحلة آتية من بعد ذلك. إذن هو فقط يقوم بجمع ثمار عمل مسبق تم عبر مفاوضات بينهم، يعني بين العسكر وبين حملة السلاح. هذا من ناحية. أما من ناحية تصديرها، أكيد البلدان التي تورطت في جرائم قتل يمكنها أن تستلهم فكرة المصالحة على الطريقة الجزائرية. كل من يريد الإفلات من العقاب مهدت له الجزائر بإيجاد غطاء قانوني تحت مسمى ميثاق تم التصويت عليه من خلال استفتاء شعبي كبير. إذن هم يسوقون لخطاياهم لأنظمة أخرى أكثر استبداد، يعني من نفس الفاصل. لا أتوقع أن تكون هناك أنظمة مبنية على ديمقراطية ولديها قضاء ولديها عدالة يمكنها أن تستلهم طريقة المصالحة الجزائرية. المصالحة التي لا تعين الجاني ثم لا تحاسبه، والتي لا تعيد حقوق الضحية ولا تعترف لها بحجم الضرر الذي تعرضت له، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نطلق عليها هذا المسمى مصالحة. يمكن أن نطلق عليها اتفاق بين مسلحين أفضى إلى إسقاط عقوبات وإسقاط متابعات، لكن مصالحة أبدا. المصالحة هي عندما يرضى الضحية بما تقترحه هيئات حرة مستقلة بعد تحقيقات، بعد لجان حقيقة، بعد لجان مصالحة، ويتم الاتفاق على تحديد حجم الضرر ثم حجم التعويض. هنا يمكننا البدء في الحديث عن مصالحة، والمصالحة الحقيقية عادة تأتي سنوات من بعد عندما يتم لملمة الجرح. نحن الآن نعيش جرحنا كما هو وربما بشكل أقصى، والحديث هنا ليس فقط عنا نحن كضحايا عائلة المختطفين، ولكن أيضا كل ضحايا المأساة الوطنية الذين انضم إليهم فصيل آخر، فصيل مهم كان طرف فاعل وفعال أثناء الأزمة التي عاشتها الجزائر، ألا وهو متقاعدي الجيش. إذن من هو المستفيد من المصالحة عمليا؟ إذا بحثنا عن المستفيد سنجد فقط وبكل بساطة. ولكن يوما ما سيدة وسيلة، يوما ما إذا تذكرين سنوات الأخيرة الرئيس بوتفليقة قال هذا ما سمحت به موازين القوة. أنت تعرفين ما الذي يقصد، ربما يقصد جهاز المخابرات، ربما يقصد جنرالات آخرين حتى يحميهم من المتابعات الدولية، بمعنى لا يمكن أن يتعمق أكثر فأكثر ويلبي جميع المطالب ويستجيب لنداءات هذه الأسر وهذه التنسيقيات وهذه المطالب. ماذا نعلق على هذا المطلع، على ما هذا تصريح بوتفليقة السنوات الأخيرة، وهل بإمكانه أن يبرزه ربما في حملة انتخابية أخرى إذا ذهب إلى عهدة خامسة مثل ما فعل في العهد الرابعة تعميق المحاصرة؟ أولا كلامه يؤكد أنه جاء في إطار مهمة ومهمة واضحة، هي تخليص الجنرالات القتلة وتخليص المجرمين الذين قاموا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية من المتابعات. هذه المهمة التي فعلا نجح فيها وبامتياز. أما ما دون ذلك، نحن الآن نجني حصيلة فشل مريع.
فشلوا من حيث خلق مؤسسات، لأنه عندما نتحدث عن نجاح يجب أن نتحدث عن مؤسسات قائمة تؤدي عملا ملموسا. هل لدينا اليوم قضاء مستقل؟ هل لدينا إعلام مستقل؟ هل المؤسسة العسكرية تقوم فقط بمهامها المنوطة بها وتتجهز عملياتيا بما يحيط بها من تغيرات استراتيجية؟ هل على مستوى المعارضة السياسية والأحزاب نجد نشاط سياسي موجود في الساحة يغذي أفكار ويغذي مشاريع؟ كل هذا غير موجود. الشيء الوحيد الموجود هو صورة رئيس تبرزها شاشات التلفزيون يحييها الجميع، يهنئها الجميع، ويقدم لها الجميع الهدايا والجوائز الشرفية. التسويق لعهدة خامسة أتصور أنه لن يأتي أكله، بل بالعكس يجب أن نفعل الآن نحن كنشطاء وربما كضحايا وكل فصيل حتى الإعلاميين، دوركم أنتم كذلك في قناة المغربية هو التحسيس بأهمية عزل أي تواصل مع هذا النظام. يجب أن يبقى معزول بكل ما يقوم به. يجب فعلا أن نؤسس إلى بمفهوم المقاطعة التي حدثت مثلا فيما يخص مجال السيارات. يجب أن نقاطع تماما هذا النظام في كل نشاطاته. يجب أن يشعر أنه أصبح هناك عزلة بينه وبين الشعب، بين عامة الناس، لأنه بالنهاية مصدر السلطات حتى في الأنظمة الدكتاتورية دائما يستمدونها ولو عن طريق التزييف والتزوير من الشعب، وبالتالي على هذا الشعب أن يكون مختفي تماما في أي نشاطاتهم. يعني لا يجب أن نكون موجودون في كل ما يقومون به، وذلك من خلال المقاطعة التامة. واضح جدا أستاذة وسيلة، شكرا جزيلا لك. وسيلة بلطرش المكلفة بالإعلام في تنسيقية عائلات المختطفين كانت معنا من الجزائر عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. يعود لك أستاذ سفيان، ماذا عن العزف على وتر الاستقرار والأمن والسلام في الجزائر مقارنة بالدول الأخرى التي تشهد قلاقل وصعوبات وربما حروب أهلية لاقتتال الدموي بين الإخوة في اليمن، في ليبيا الحرب التي دخلت السنة السادسة، الآن في 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 في, في سوريا؟ فالسلطات حريصة على إعطاء أمثلة عن هذه الدول، وبالتالي أحمد الله على ما أنتم عليه الآن من أمن وسلام واستقرار أتى به عبر بوتفليقة، ببرنامج بوتفليقة، ولذلك لا تتحدث عن أشياء أخرى. كيف نفسر هذا العزف على وتر الأمن والاستقرار والسلام؟ هو في الحقيقة الأمر لا يوجد هناك يعني ما يسمى بالأمن الحقيقي، الأمن والاستقرار السياسي الحقيقي. بالعكس، كل التقارير تشير إلى هناك نوع من الخطورة في عدم الاستقرار، باعتبار وأن المؤسسات هناك نوع من عائق لكي المؤسسات أصبحت فارغة. يعني المحتوى هي موجودة من ناحية شكلية، ولكن من ناحية المحتوى الدور تاعها لتكون هناك موازنة بين القوى أصبحت غير موجودة، وبالتالي خطورة عدم الاستقرار واردة يعني في الجزائر، خاصة في الوضع الاقتصادي المتدهور جيدا. هذا من جهة، هو التفسير يمكن نعطيه التفسير وهو التهديد، لأن الجزائر قبل سوريا وقبل اليمن عشنا نفس الشيء. يعني الشعب الجزائري دفع يعني ثمنا كبيرا في الأرواح والممتلكات بعد الانقلاب. يعني دفعنا ثمن على أن الشعب تمكن بعد ما قررت آنذاك السلطة الحاكمة على الانفتاح السياسي ودخول في انتخابات تشريعية بلدية وتشريعية نازيها نوعا ما، وبالتالي الشعب صوت أو أختار من قوائم ودفع ثمنا غاليا أنه لم يختار ممن تريده السلطة الفعلية الحقيقية. وبالتالي هذا الكلام عدم الاستقرار هو فقط كترهيب وتهديد الشعب الجزائري إذا كان يحاول بشكل من أشكال أن يتمرد بين قوسين على السلطة الحاكمة الغير شرعية والتي تنتهك حقوقه بشكل الوطني. لأن ما يقع في سوريا أو يقع في 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 في, في ليبيا أو يقع في اليمن هي في الحقيقة هي ما يسمى بالثورات المضادة. هناك قوى الشر، قوى الأنظمة الاستبدادية التي استعملت العنف والدمار لضد الشعوب التي أرادت أن تتحرر من الاستبداد وتعيش بكل حرية. يعني شفنا بعض الدول نجحت نوعا ما في تونس
لظروف ما فالامور يعني طبيعيه حتى لو ناقصه او محدوده، ولكن هناك نوع من 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 السلام. ولكن للاسف في بعض الدول كانت القوى الثوره المضاده او ما يسمى، او حتى في مصر كذلك ما يسمى بالدوله العميقه، هي التي قامت بالانقلاب الحقيقه. يعني احنا كنا فقط سباقين لما يقع في هذه الدول. الدوله العميقه التي لا تريد في الحقيقه الامر انها تقتنع بواقع بانه حان الوقت لكي ان تترك الشعب ان يسير اموره بكل حريه. طيب، قبل ان نعود الى العلاقه مع فرنسا مشاهدينا، لا باس بالحديث عن تقرير البنك الدولي الاخير الذي تحدث عن نقاط عده حول الاقتصاد الجزائري، الحلول التي اتى بها احمد يحيى على اساس ليخرج من الازمه الماليه مثل ما قال هو الموس وصل العظم. للتعليق على هذا المحور معنا مشاهدينا مصطفى عطوي، رئيس الجمعيه الوطنيه لمكافحه الفساد. استاذ مصطفى، ما هي قراءتك لهذا التقرير، تقرير اخر يضاف الى تقارير دوليه عديده تحدثت عن الوضع في الجزائر؟ هذا تقرير البنك الدولي يتحدث عن ضعف القدرة الشرائية، عن تداعيات النفط دوليا على الجزائر، الأزمة المالية، عن هذا الحل الذي أتى به أحمد يحيى، قضية طبع النقود وما إلى ذلك. كيف نعلق على هذه العناصر التي ركز عليها تقرير البنك الدولي؟ أولا عفوا، السلام عليكم أخي عثمان، وتحية للسادة المشاهدين، وتحية لضيوفك الكرام. ما أتى به البنك الدولي، أولا ما لازمش الإنسان يكون يعني مختص في هذا الميدان ليرى بعينيه أنه كل ما يقوله البنك الدولي أو الجمعيات أو السياسيين هو يعني واقع يعيشه الجزائري كل يوم. أما بما يخص طريقة يعني التمويل غير التقليدي التي الطريقه التي اتى بها السيد ويحيى، انا كنت قلت من قبل انه هو مهامه الوحيد والاساسي هو كيف يبقى الجزائر حتى الانتخابات الرئاسيه بدون مشاكل، يكون هناك فلوس ويكون هناك يعني لتمويل المشاريع الحكوميه وما تعطلش الامور حتى تسير الانتخابات الرئاسيه في ظروف حسنه، ويقدم النمو يمر المشروع تاعهم. اما بعد الانتخابات الرئاسيه فشيء اخر. كل ما قام به السيد يحيى من تمويل غير تقليدي اثاره في الميدان، وسبقنا وقلناها وقالوها حتى خبراء كل الاثار، ما تكونش يعني انيه تمثم الاثار السلبيه تاتي في نهايه، حتى ماشي نهايه 2018، يكون في نهايه 2019، وفي نهايه 2019 يكون الرئاسيه الانتخابات الرئاسيه فاتت. وعلى هذا الناس اللي راهم يحكموا في البلاد ما يهمهم الا المصالح الشخصيه، كيف يستمر ديمومه النظام ويبقى هما في مواقعهم ويكون عندهم منافع لهم واللي يدوروا بهم. اما مصلحه البلاد ومصلحه العباد فهذه تاتي في المرتبه او لا تصنف خلاص. وعلى هذا الشيء الغريب، لما البنك الدولي يعطي يعني ملاحظات ايجابيه، كل الصحف كل السياسيين تاعنا يهلوا بما قاله البنك الدولي. ولكن لما يقول البنك الدولي الحقيقه ويقول انه حتى واحنا نعرف ان صندوق النقد الدولي او البنك الدولي ماهيش مؤسسات خيريه، هي تعمل لمصلحه امريكا خاصه، وكل البلدان اللي دخلوا لها هذه المؤسستين انهارت، ولكن عندهم خبراء، وخبراء هذو يقوموا بتقييم يعني جدي. وما يقول انه هو حقيقه ان الجزائر احنا داخلين في حيط اذا كانت تبقات. يعني لما شو اي انسان بسيط، اي مواطن بسيط، لما يكون ما كانش المصانع المؤسسات سكروها، المصانع خلاص. احنا عندنا هنايا في ولايه بومرداس مثلا ورشه لتركيب الشاحنات نسموهم مصنع. هذه احتيال على الرعي واحتيال على
الإنسان لا يجد الكلام والمواصفات ليصف أنه وصلنا لدرجة أنه ورشة نسميها مصنع. هذا التزوير والاستعمال المزور وتحايل عن القوانين. طيب ماذا أستاذ مصطفى؟ أستاذ مصطفى نعم، ماذا عن ما قيل بأنه الشركاء الأوروبيين غاضبون من سياسات أحمد يحيى الأخيرة حول إلغاء بعض الاتفاقيات، حول إلغاء بعض العقود التجارية مع وزارة التجارة الجزائرية؟ طبعا لما قالوا خلاص ممكن ما عاد نستورد كثير من البضائع وكثير من السلع رغم أنه في عقود. شوف، أولا كثير أن الشراكة، عقد الشراكة ما بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، الناس في وقته قالوا أنه هذا مشي في صالح الجزائر. ثانيا، هذه العقود اللي ألغاها سيد يحيى، صدقني يا عثمان أنه في أيام معدودات وسوف نرى أن كل العقود التي يعني ألغيت سوف يعني بأمر من جهة ما والله سوف يعاد إدراجها كما كانت. لما الإنسان ما يكون شوف، لما أي دولة أي حكومة ما يكونش عندها قرارها ماهيش سيد القرار في يدها، تنتظر تنتظر ما ننتظرش حد حياك. ثانيا، السيد يحيى يعني عنده نظره، يعني هو يطمح لان هو شيء طبيعي انه كل رئيس حزب يطمح لان يكون رئيس يعني الجمهوريه، هذا شيء طبيعي وهذا الاخر. ولكن المشكل تاع يحيى وجماعته انه لكي باش يوصل للهدف المشروع تاعو باش يكون في هذاك المنصب، هو مستعد يدير يعني تنازلات يعني ماشي مليون فقط، من 62 وحنا في التنازلات. انا نظن اكبر انجاز وصل ليه هذا النظام هو حاله الياس اللي انتشر في البلاد، اليأس. ولما في يحيى يقول انه ما وصلش باش ما عندوش حتى باش يخلص الموظفين، هذا هو يساهم في اليأس. لربما طريقه حتى الشعب يقبل بالشيء اللي راه جاي من بعد. هذه يعني سياسه جهنميه. نعم، واضح جدا استاذ مصطفى. الجزائر الى واضح جدا استاذ مصطفى، سامح لي فقط لدخل الوقت. شكرا جزيلا لك استاذ مصطفى عطوي، رئيس الجمعيه الوطنيه لمكافحه الفساد. اعود لك استاذ سفيان، حول العلاقه مع فرنسا من جديد. تصريحات السفير الفرنسي اثار جدلا هي الاخرى، الحديث عن بل اتهام مسؤولين جزائريين في مناصب عليا من انهم يتاجرون بمناصبهم، يستغلون مناصبهم للعلاج مجانا مثلهم مثل الحراقه. أشار إلى ذلك السفير الفرنسي. والله في الحقيقة الأمر ابتلانا الله لا أقول الله عفوا يعني حاشا الله يعني سبحان الله، ولكن المسؤولين لديهم ذهنية عقلية تاع الناس يتحايلون على القوانين، ليس في الجزائر فقط، ينتهكون بشكل يومي القوانين التي هما الذي وضعوها في حقيقة الأمر، بل حتى أنهم يزوروا الدول يعني بخصوا بينا، يعني حسبوا بينا أنه يروحوا الدول ويتحايلوا على القوانين الضمان الاجتماعي، ربما في أنه يستغلون وكأنهم يعني مسؤولين للدولة يتعاملون كالأشخاص المهجرين أو اللاجئين أو الحراقة الذين ليس لهم الإمكانيات المادية للعلاج، وبالتالي يعالجون في مستشفيات تحت المساعدات الإنسانية. يعني أصبح كأنهم يتعاملون كالفقير يعني في حقيقة الأمر، وهذا يعني يمس بسمعة الجزائر التي يعني منذ مدة يعني كبيرة، وأنا الجزائر انتهكت يعني الصورة تاعها، ما بقاش الاحترام الذي كان سائد. أنا أتذكر أحد رجال إنسان كبير من رجال القانون يحكي لي أنه كانت صورة الجزائر ومن جمعيات الحقوقية والقانونيين الدوليين، يحكي لي أن صورة الجزائر تغيرت لديه بعد أحداث أكتوبر 88، لأن الجزائر التي خرجت عن الاستقلال، الجزائر التي كانت عندهم صورة أنه يعني ضحت من أجل أنها تكون
حرة، يعني وأن يكون المواطن الجزائري يعيش بكل كرامة وحرية إلى آخره، اكتشفوا أن للأسف منذ 88 للأسف أن الجيش، مثلا الجيش الجزائري، لديه سهولة بإطلاق الرصاص وقتل الأشخاص المواطنين الجزائريين وممارسة التعدي وشيء ما شيء بعد أكتوبر 88 مدى وقع. وبالتالي فصورة الاحترام التي كانت سائدة في الجزائر انهارت. أنا مرة في 2007 في مؤتمر دولي في نورنبرغ في ألمانيا لأول مرة بلكش ربما نتكلمها، أتلاقيت بصدفة مع الدبلوماسي الجزائري لختر إبراهيمي، وبصراحة سألت أنا في 2007 في جوان في أواخر جوان 2007 كيف أن الدبلوماسية الجزائرية أصبحت يعني ضعيفة، وطرحت له سؤال هل كان أيوة. حقيقة هل انعدام الكفاءة الدبلوماسيين ولا شو السبب؟ بصراحة هو اللي قالها لي، يعني قال لي لا، كانت نجاح الدبلوماسية في السابق من بسمعة الثورة الجزائرية، ما حققته الثورة الجزائرية العالم يحترمنا يحترمنا كثير، ومن بعدين انهارت، يعني لأن بعد العالم اكتشف أن الشعب الذي ضحى من أجل الحرية أصبحت ينتهك الحرية لشعبه، وبالتالي سمعة الجزائر انهارت. وهذا طبيعة الأنظمة الاستبدادية في الحقيقة، تأتي بأشخاص الانتهازيين الوصوليين إلى مناصب السلطة يتعاملون ليس لديهم حتى مفهوم الوظيفة العمومي أو السلطة، وهو واجب التحفظ، يعني حتى الإنسان لازم يكون عنده واجب التحفظ عن ما يكون طيب. عنده مناصب المسؤولين. نعم تفضل. وهناك من اتهم فرنسا أنها تريد أن تبقى دوما الجزائر تابعة لها، ولذلك فهم يفسرون في هذه التفسيرات غير منطقية مثل ما يقولون. لكن الآن نمضي إلى الملف الأخير وهو الربيع الأمازيغي. الربيع الأمازيغي طبعا هذا مكون معترف به وحق من حقوق الشعب الجزائري، ولكن هناك من انتقد السلطات بحيث استعمال هذه الورقة لأغراض سياسية حزبية ضيقة. وسؤال نفسه يعود من جديد، ماذا خسرت الجزائر لو قابلت بهذا المكون الأمازيغي منذ عشرات السنين حتى توفر هذه الدماء التي سالت؟ لأن طبيعة النظام السياسي لا يعرف يعني هو الدكتاتورية هو مفهوم أنها تفرض رأيها، تفرض منظورها، وجهة نظرها، يعني المكونات هي التي تفرضها، الإيديولوجية التي أتت بها تفرضها بالقوة، وبالتالي كل من يعارضها أو يخالفها يكون محل القمع، حسب يا إما السجن يا إما القتل يا إما التعذيب. الآن ربما الظروف الإقليمية، الظروف الداخلية إلى آخره لا تسمح لها نوعا ما في مواجهة هذا النضال للحقوق الثقافية للمكون الأمازيغي للشعب الجزائري. ربما يعني فكرت في فكرة يعني تحيلة، يعني وهي استعمال هذا المكون، هذه اللغة، وهي في الحقيقة أنا قناعتي وهي ستفرغ من محتوى يعني هذا المكون، كما هي استعملت كذلك العربية، يعني حتى في تسييسا سياسة التعريب، ولا واحد ما قيمناش حتى سياسة التعريب إذا كانت هناك نجاح ولا لا. سياسة التعريب ونشوف المسؤولين ونشوف حتى المراسيم والقرارات الداخلية في الحكومة تكتب بالفرنسية. وزيرة التربية اللي هي تمثل لأن عضو في الحكومة تمثل السيادة الوطنية لا تعرف اللغة العربية، وتتكلم ويتكلمون حتى في اجتماعات رسمية باللغة الفرنسية، وبالتالي كان هناك يعني سياسة التعريف. هم الآن يقولون هذه من إنجازات الرئيس أستاذ سفيان، الاعتراف بالأمازيغية، دسترة الأمازيغية لغة وطنية، الاعتراف باليوم الوطني للأمازيغ، يقولون هذا أيضا يضاف لإنجازات الرئيس. لا أعتقد لا هو النضال، يعني النضال الحقوقي الذي كان يعني بشكل مستمر، وكما قلت أنه في أرواح يعني سقطت، يعني في تضحيات من الفئات من المجتمع الجزائري باعتراف بهذه الحقوق وهذا المكون. هذا يبين أن النضال
هو الذي سينزع هذه الحقوق، ولكن الآن النظام يتعامل بالخبث، يعني بخبث، وهو يعني وضع ما يسمى بسياسة الترقية الأمازيغية، ولكن في الحقيقة الأمر نعرف بأن النظام في كل سياساته فاشلة، وأخشى أن تكون هذه السياسة الترقية الأمازيغية ستكون نفس سياسة التعريب، وهي فاشلة في الحقيقة الأمر يعني. وبالتالي ولكن الخطورة في هذه السياسات سيترك يعني إرث ثقيل للأجيال اللاحقة، وربما قد تكون هناك نوع من بذور كذلك الانقسام، لأن منذ أكثر من 50 سنة وهو يشيطن النضال من أجل اللغة الأمازيغية، وبالتالي فقد صنع أجيال من الشعب الجزائري تخاف من هذا المكون للشعب الجزائري، وبالتالي زرع بذور، وبالتالي هنا كيعاود يتكلم لنا على الأمازيغية عوضا أن يشرح لماذا، ما هي الأخطاء، لابد عليه أن يحترم تمام. الأخطاء التي قام بها في السابق لإعادة يعني نزع نوع من النظرة لفئة ما معينة في المجتمع الجزائري، لكي لا يكون هناك نوع من اشتباك ما بين فئات المجتمع، وأن الاعتراف بمكونات الشعب الجزائري بالعكس هو الذي سيقوي الوحدة الوطن. نعم واضح. ولكن للأسف ماذا؟ اكمل يا أستاذ سفيان. للأسف ماذا؟ ولكن للأسف الطريقة تاعه فقط ستشجع، وهذا ما نراه للأسف في الأرض الواقع، سيشجع بذور التفرقة في المجتمع الجزائري. بارك الله فيك أستاذ سفيان، شكرا جزيلا لك أستاذ سفيان شويتر، المحامي والخبير في العدالة الانتقالية والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. شكرنا موصول لباقي ضيوفنا الكرام الذين شرفونا بإثراء النقاش لمحاور الحدث الأسبوعي، دكتور إسماعيل معرف المحلل السياسي الأستاذ الجامعي الباحث الأكاديمي، الأستاذ مصطفى عطوي رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد، الأستاذة وسيلة بلطرش المكلفة بالإعلام في تنسيقية عائلات المختطفين، وغاب علينا أو غاب عنا في اللحظات الأخيرة الأستاذ علي أيد جودي الناشط الحقوقي، لنتحدث معا حول المحور الأمازيغي، سنعطيه فرصة في الأيام القليلة المقبلة. شكرا جزيلا لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والمشاهدة، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.